السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم أتوقع أنها راح تكون فل تنمر، والله العظيم مو بيدي وأنا مالي شغل. يعني اليوم بنتكلم عن سفاح، كافي أن اللقب ماله بوأذون بوأذاني كبيرة، يعني اللقب ماله بروحه تنمر. لا تقول أنت شحقة تطنز، أنا مالي شغل. أهو لقب بوأذاني أو بوأذون، وبوأذاني هذا اللي بنتكلم عنه اليوم يعتبر واحد من أخطر القتلة المتسلسلين على مر العصور، كان وايد خطر. وعلشان لا أحرق عليكم الموضوع كالعادة بسكر حلجي شوي وبقول لكم بالبداية اليوم أن قصتنا من كتاب وحوش بشرية للكاتبة المبدعة ميعاد راشد. فيلا الحين تعالوا معاي خلنا نتعرف على بوأذاني ونشوف شنو سوى. الشخص اللي بنتكلم عنه اليوم اسمه كايتانو غودينو، من مواليد 31 أكتوبر سنة 1896، وكان مولود بالأرجنتين وهو أرجنتيني الجنسية، وكانوا كل الناس يلقبونه بلقب أبو أذان كبيرة أو أبو أذان كبيرة أو صاحب الأذان الكبيرة، لأن مثل ما أنتم شايفين أذونه كانوا كبار. فحبيبنا هذا مثل ما قلت لكم انولد ونشأ بالأرجنتين، وهو صغير كان يستمتع بقتل القطط والطيور، يموت على هالسالفة، كل ما يشوف طير ذبحه، كل ما يشوف قطو ماشي بحاله هم خذاه وذبحه. هذه وناسته وهو صغير، ويا ريت كان يذبحهم وبس، قبل لا يذبحهم كان يعذبهم. وبعد ما يخلص من كل هذا كانت هوايته الثانية أو متعته الثانية إيه إشعال النار، كان يحب يلعب بالنار، يعني إنه يشب نار أو يحرق أي مكان، هذه كانت أحلى هواية عنده. وفوق كل هذا كان غير مؤدب وكان عنيف، يعني شنو أحلى من هالصفات ممكن تلقونها بإنسان؟ صفاته وايد حلوة، يعذب الطيور والقطاوة ويذبحهم وأي شيء قدامه يحرقه، وفوق كل هذا غير مؤدب وعنيف، الزوج المثالي. أنا أتوقع أنه هو حلم أي بنت طلب عينه. بوأذون هذا لما كان عمره 7 سنوات ضرب طفل عمره 2 وقطب واحدة من القنوات المائية، في مجرى ماي طق الولد وقطب مجرى الماي، وقريب من هالمكان اللي صارت فيها الحادثة كان في شرطي واقف، فياخذاهم هما الاثنين وداهم لقسم الشرطة، وهناك جاءت أم كل واحد فيهم، كل واحدة فيهم خذت ولدها. وكايتانو لأنه كان صغير بالعمر ما حد حاسبه، ما حاسبه على اللي سواه، طاق الولد وقاطب الماي، قاطب شيء مثل نهر صغير مجرى مائي، كان بيموت الولد لو ما الشرطي كان موجود، أقل شيء طقوا زفوا لعنوا خيره. المهم هدوا وما سووا له أي شيء. مرت سنة على هالحادثة ورد كايتانو مرة ثانية وسوى له مصيبة، أخذ طابوقة كبيرة وطق فيها طفل عايش بنفس الحي اللي هو عايش فيه، نفس المكان اللي عايش فيه كايتانو في طفل صغير. كايتانو شافه مر كذي قدامه فخذ طابوقة وطقه فيها على راسه بدون أي سبب، وهم هالمرة شافه شرطي بس شرطي غير الشرطي الأولاني، فخذوا كايتانو وحطوه بالسجن، لكن هم بسرعة تركوه لأنه كان عمره صغير، يعني فوق ما هو خبل ويمشي ويطق الناس هم مقرود، كل ما يسوي شيء طايحين عليه خبل. بعدها كايتانو هدى شوي، لقوا أهله لاهي بشيء ثاني، مشغول بشيء ثاني. شنو الشيء الثاني يا فارس؟ أنا الحين أقول لكم. لما صار عمر كايتانو 10 سنوات أمه وأبوه اكتشفوا أنه يمارس العادة السرية بشكل قهري بشكل مستمر، العادة السرية اللي هي الاستمناء، كتبوها بجوجل راح تطلع لكم، وهي عادة مو زينة. فاكتشفوا أهله أنه يمارس هالعادة بشكل مستمر وبشكل قهري، فاحتاروا وما يدرون شو يسوون فيه، فراحت أمه وبلغت الشرطة، قالت لهم ولدي يسوي كذي، يسوي شيء عيب، لأن بذاك الوقت بالأرجنتين كانت ممارسة العادة السرية شيء مخالف للقانون، يعاقب عليه القانون، وإحنا قلنا لكم من زمان الدين من زمان يقول إن هالشيء مو زين، فاللي مارس العادة السرية كانوا يعاقبونه. فانسجن كايتانو لمدة 2 شهر بسبب بلاغ والدته وممارسته العادة السرية. زين يسوون فيه، تخيل شكله ويسوي كذي وأذونه مشتحة، لا ومندمج بعد. لكن الأشياء هذه اللي كانت تصير حق كايتانو أو اللي كان يسويها كايتانو هي مجرد تهيئة حق اللي جاي، اللي جاي أعظم. مرة من المرات انقبض عليه بتهمة حرق واحد من المستودعات، في مستودع الحبيب هذا راح وحرقه، وبوقتها كان عمره 16 سنة بس. فبعد ما حرق المستودع ودروا انه هو اللي حارقه وقبضوا عليه قاموا يحققوا معه. تخيلوا عاد شنو قال بالتحقيق، قال انا احب اشوف رجال الاطفاء وهم يشتغلون، احب اشوفهم وهم قاعدين يطفون النار، من اللطيف وشكلهم وايد حلو لما اشوفهم يدخلون داخل النيران، شوفوا شنو متعته، شوفوا شنو متعته.
اذبح روحي انا، اطق روحي. هذا وانت عمرك 16 سنه كذي، لما تكبر ايش تبي تسوي؟ بسنه 1912 كان في طفل عمره 13 سنه اسمه ارتورو لورنا، لقوه ميت بواحد من البيوت المهجوره. بعدها تم اتهام اخونا بانه هو اللي قاتله، وبعدها بكم شهر وبتاريخ 7 مارس سنه 1912 في بنت اسمها رينا فيناكاف عمرها 5 سنوات، كايتانو شب النار بفستانها، شافها قاعد تمشى بفستانها مستانسه فيه، كان يشب النار فيها، حرق البنت. فاخذوا البنت وودوها المستشفى لان حروقها كانت قويه، وفعلا ما قدرت تتشافى من هالحروق، وبعدها بكم يوم ماتت. حرق البنت وقتلها. وبأواخر شهر سبتمبر سنة 1912 شب النار مرة ثانية، بس هالمرة بمحطة للسكة الحديد، ما يهمه ناس، محطة، مستودع، أي شيء قدامه يحرقه. لكن الحمد لله قدروا يطفون النار بدون لا تأذي أحد أو تسبب أي أضرار. طبعاً القضايا اللي قلت لكم عنها ما دروا عنها إلا بعدين، دروا إنه هو مسويهم، الطفل اللي خنقه والبنت اللي احترقت، ما حد كان يدري إنه هو اللي سوى كل هذا. بعدين هو اعترف وقال إنه هو اللي قتلهم. وهم بنفس السنة سنة 1912 حاول إنه يخنق طفل عمره 8 سنوات واسمه روبرتو روسو، وتم القبض عليه بتهمة الشروع بالقتل، لكن هم أطلقوا صراحة، أنا ما أدري شو يسوون الشرطة عندهم، هذا المفروض ينعدم وعمره 5 سنوات، من زمان المفروض تعدمونه، ما أدري إيش حقنا ناطرين عليه. وبعد 8 أيام من محاولته خنق روبرتو ضرب طفل عمره 3 سنوات، والولد تعور شوي، مو وايد، شوية، وقدر كايتانو إنه ينحاش قبل لا أي أحد يقبض عليه. وبعدها بأربعة أيام خطف بنت اسمها كارولينا، ووقت ما هو كان قاعد يحاول يخطفها وياخذها معاه صرخت البنت وقامت تبكي بصوت عالي، فواحد من الجيران شافه وأنقذ البنت منه. أشوانا لحق عليها، المشكلة أنه ما حد قاعد يسوي لها شيء، هذا اللي قاهرني، هذا اللي غاثني. وهم بعدها بكم يوم حرق حظيرتين، حظيرة مواشي، الظاهر كان يومها فاصل على الحيوانات، أنا اليوم بحرق حيوانات، ما بي أوادم، مليت منكم، كلها أوادم أوادم، ما بي، نبي حيوانات اليوم. فهو ماشي شاف حظيرة شب فيها النار، جدم شوي ولا في حظيرة ثانية، كان هم يشب بهالحظيرة النار، لكن الحمد لله هم الناس لحقوا عليهم وطفوهم قبل لا يصير أي شيء. هني الحين حق المصيبة الكبيرة، المصيبة اللي خلته يعترف على كل الأشياء اللي سواها. بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1912، سنة 1912 الظاهر معطينا إبرة نشاط، كل شيء سواه بهالسنة، ما أدري سالفته مع 1912، ماكو غيره بهالسنة بالأرجنتين. المهم بثلاثة ديسمبر سنة 1912 كايتانو شاف طفل عمره سنة ونص، والطفل هذا اسمه جيزالدو، أساميهم كلهم أسامي لاعبين يونسون الأرجنتينيين. فجيزالدو هذا كان قاعد يلعب برا بيتهم، قاعد يلعب عند الباب، فيال له كايتانو وقال له تعال معاي أنا بعطيك حلاو، بعطيك كاكاو. فالمسكين يعني هذا ياهل صدقه، قال له تعال انا خاش حلاوه بذوني بعطيك اياه، لا لا قاعد غشمر، قال له تعال خل اعطيك حلاوه عندي. فالولد الصغير هذا سمع كلامه ومشى معاه، فخذا كايتانو ووداه كوخ هناك موجود عندهم بالمنطقه مو بعيد عن بيتهم، وايد كان قريب. فاول ما دخلوا الكوخ كايتانو دز الصبي على الارض، طيحه على وجهه وحاول انه يخنقه لكن ما قدر يقتله. بعدها اخذ حزامه وربط ريوله ايد الولد وقام يطقه حيل على راسه لغايه ما مات هالطفل. هني كايتانو ترك الكوخ وطلع برا وراح قاعد يدور مسمار. ادري الحين كلكم قاعد تفكرون ليش راح يدور مسمار، الحين بتعرفون، الحين بتعرفون هالخبل هذا المتخلف ليش يبي مسمار. وهو طالع قاعد يدور مسمار شافه والد الطفل فسأله، قال له كايتانو تعال، ما شفت جيزالدو؟ ما صادفته؟ ما مر عليك؟ فقال له كايتانو لا ما شفته، طبعا كذاب. فتركه وراح. وين راح؟ راح يدور مسمار، الحمار قاعد يدور مسمار. وبعد ما لقى مسمار خذاه ورجع مرة ثانية الكوخ عند جثة الولد، فخذ طابوقه وحط المسمار على راس الولد على الجنب وقام يدق المسمار براسه. ليش قاعد يسوي كذي؟ ما أدري، روح انتو سألوه، ماكو أي سبب حق اللي قاعد يسويه، مجرد ينون. بعدها سحب جثة الولد وحاول انه يخشها او يخفيها. وبعد كم ساعة والد الطفل لقى جثة ولده وهو قاعد يتمشى يدور عليه، فجأة لقى جثته، لقاها بنفس المكان اللي شاف كايتانو طالع منه يوم صادفه، فعرف ان كايتانو هو اللي سوى كل هذا، فراح على طول وبلغ عنه الشرطة. وثاني يوم الساعة 5:30 الفجر تم القبض على كايتانو، وهني اعترف بكل الجرائم اللي سواها. وتخيلوا كل هذا صار وعمره 17 سنة بس، مسيرته الإجرامية هذه كلها وهو عمره 17 سنة، هذا لو صاير عمره 35 ولا 40 كان سوى بالعالم، كان نص الكرة الأرضية ميتة ولا محترقة، كان ماكو أرجنتين أصلا، ماكو إلا ميسي قاعد بروحه لأنه بإسبانيا.
فبعد ما انقبض عليه دخلوا الإصلاحية أو سجن الأحداث، وهم هناك ما توقف عن جرائمه، زادوا عليه العقوبة لأنه حاول يقتل زملائه بالسجن. في كم واحد معاه بالسجن حاول إنه يقتلهم، خبل مينون حتى بالسجن، وفعلا قالوا الولد هذا مو صاحي، فعرضوه على الدكاترة. ولما طلعت التقارير الطبية كلها أجمعت على أن كايتانو مجنون، مينون مو صاحي، فأمر القاضي أنه يبقى بالإصلاحية ما يطلع منها. لكن بعدها بسنتين لما كبر شوي شالوه وودوه السجن، وظل هناك لغاية سنة 1933. بعدها قعد فترة بالمستشفى بسبة الضرب اللي حصله من السجناء. زين ليش طقوه؟ ليش ضربوه؟ الحين أقول لكم، شوفوا شو مسوي الخبل. تدرون هذيلا بالسجن ما عندهم شيء يسوونه، وفي قطاوة بالسجن، في كم قطوة، فالسجناء يعني كانوا يوكلونهم يلعبون معاهم. كايتانو وشوف قطاوة قدامه ما قدر، جسمه قام يحكه، راح من ورا السجناء وقتل القطوتين اللي عندهم. وفي ناس شافوه كان يفتنون عليه، فمسكوه السجناء وطقوه طق رنوه لين دخلوا المستشفى. وبعد هالطق اللي أكله ونغسل شراعه عدل، من سنة 1935 وصاعد كايتانو كان دائما مريض، دائما تعبان، وما حد كان يزوره، ما حد يبي، أهله ما يبونه. وظل بالمستشفى مريض لغاية ما مات بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1944، وبذاك الوقت كان عمره 48 سنة. والله الناس افتكوا منه، مجرم من عمره 7 سنوات، مو مخلي طير، مو مخلي حيوان، مو مخلي ياهل، مو مخلي بنت، مو مخلي حظيرة، عافز الدنيا كلها. آدم انت ولا يني؟ يني؟ والله شكله شكل يني، خفاش هذا. شوف عاد انا قايل لكم القصة من بدايتها تنمر، انا ما قلت هالقصة اللي بخاطري اتنمر عليه. اتنمر عليك أغنية قديمة ما تعرفونها أنت. المهم القصة هذه تعلمنا أن الإجرام ما له عمر، ولا من يصدق ياهل عمره 7 أو 8 سنوات يسوي كل هذا؟ فيعني إحنا لازم نراقب أطفالنا، نشوفهم شي يسوون، حق شنو قاعدين يميلون، شنو يطالعون، شنو التصرفات اللي قاعد يسوونها من وراكم. شيكوا عليهم لا يطلع لكم كايتانو. ها النصيحة مني لكم، وانتوا شباب صغار يا هال ديروا بالكم، شوفوا نهايته شنو كانت، انطق بنعل بالسجن لغاية ما خاص بالمستشفى. تبون كذي يصير فيكم؟ طبعا ما تبون، من يحب انه يصير فيه كذي؟ فديروا بالكم على نفسكم. الو وبقول لكم ان قصتنا اليوم من كتاب وحوش بشري. الشخص بعدها كايتانو طخ شوي، وبتاريخ شافها قاعد تمشى فالولد سمع كلامه، فالولد الصغير وهو طالع قاعد يدور مسمار وبعد كم ساعة وبهذوني هذا اللي بنتك. كايتانو يا كايتانو، كايتانو جودينو، كايتانو جودينو أدونو. لا مو راضي تركب معي، مو راضي. كايتانو يا كايتانو، كايتانو نادينك سناقة، تعرفه ولا ما تعرفه؟ ما لحقت على سناقة، كان تدري ايش سوى فيك؟ كان خلى أذونك هالكبر على راسك. بغيت أنسى اليوم أشرب قليلا من الماء المنعش، إنه لذيذ والله، ومنعش أيضا، صح كلامكم. لهنا وصلنا حق نهاية قصتنا اليوم، أتمنى أنها عجبتكم. إذا كنت أول مرة تشوفني لا تنسى الاشتراك بالقناة، وإذا كنتم من ربع حبايبي القدم لا تنسون اللايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء أول بأول. بالنهاية أقول لكم أحبكم وايد وايد وايد، يعطيكم الصحة والعافية. كان معاكم أخوكم فارس عاشور، مع السلامة. اللمة 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 يا إلهي.